مرحبا واضح، أنا عباس رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة رمان تريدنج جروب SRL ورئيس جمعية كلنا حدك. الجمعية بلشت بمبادرة فردية، حدا كان عائلة مضطرة على مواد غذائية، اشترينا لهم اياهم حطينا لهم هن. بعدين صارت الطلبات أكتر، بلشت الجمعية أول ما بلشنا باللوك داون بكورونا، وبلشنا من الموظفين اللي موجودين معنا بالشركة، لأنه الجمعية هي جمعية أول شيء تمويلها خاص من إدارة شركة RTG، والموظفين هن ذاتهم المتطوعين أو الموظفين بالجمعية، وبلشنا ستيب باي ستيب لوصلنا لمحل ملتزم بحصص معينة مع عائلات معينين، مع ضيعة معينين، مع بلديات، مع مخاتير، مع جمعيات أو دار للمسنين، وبعدنا الحمد لله مكفين من سنتين لهلا. أنا اخترت تكون متطوعة بجمعية كلنا حدك لأن أمنت بهالجمعية بكل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، بقيت واقفة حد العالم وعم بتساعدها وعم تدعمها. لأنه كلنا منحب لبنان وعنا أمل فيه، أنا متطوع بكلنا حدك. أنا اخترت تكون متطوعة بجمعية كلنا حدك لنوقف حد كل إنسان بيستاهل. جمعية كلنا حدك بتقدم يومياً من 300 ل400 وجبة سخنة للعيال المحتاجة، بالإضافة لذلك بتقوم بنشاطات بدار المسنين سواء بتقديم الحصص الغذائية أو بمشاركتهم الغداء. طبعاً الصليب الأحمر والدفاع المدني إلهم حصتهم من كلنا حدك، فدايماً بيكون في إلهم تحية شكر وتقدير من هالجمعية. بالرغم من الظروف الاقتصادية الكتير صعبة، جمعية كلنا حدك ما وقفت ولا نهار تساعد العالم. ساعدت بالحصص الغذائية، بالأدوية، بالمساعدات المرضية وبالقرطاسية لتلاميذ المدارس. وعلى كريسمس أكيد ما نسينا الأطفال، طلعنا على منطقة البقاع وجلنا بكذا ضيعة ووزعنا 1000 هدية. صح نحن بزنس مانية وصح نحن عندنا شغل، بس أنا يمكن شغلنا وحياتنا بياخدونا عن حياة الإنسانية، فأنا قررت أنه رغم كل شغلي ورغم كل أموري أنا أفوت بهذه الجمعية مع الحاج وكون متطوع معاهم لخدمة الناس، لخدمة الشعب، لأنه صراحة اللي لمسته بهالموضوع ما في شيء أكبر من هالنجاح أنه توصل شيء لحدا محتاجه وتحس بهالسعادة اللي هي أسعد طلعت من كل شيء نحن محققينه بشغلنا. وأنا بشكر الحاج عباس أنه مثل لفت انتباهنا على الموضوع، وبدعي له الله يقويك كل يوم بعد يوم بصراحة، لأنه هيدي مبادرة فردية منه وشغل كتير كبير إنه واحد يعملها مبادرة فردية مش بحاجة لعون العالم أو شيء مثل الجمعيات الباقية أو شغلات من النوع، ونحن معه للآخر ومكملين معه لما بده يوصل.